عم اقول لك بلديه بهدولا. لك حبيبي ما عاد حدا حكى بالبلديه، زبطهم بيزبطوك، انت بتزبط وهن بيزبطوك. خلصينا بقى. يلا. بالنسبه للنظارات دفعه كبيره بدي. فراج. ملونه ايه. فراج، وصي بدي سكربيني كعب عالي مثل قصينا، بس 12 شانطي. مو مشكله، بعدين بحكي معك. اطلعوني وروحوا معنا. شو بيوم رح نعمل بالجار الثاني؟ هو انا يوم مطلب الاسبوع بيروح الواحد بشم له شويه هواء نقي. ما بنشم هواء. فراج، خلينا نروح معهم. بعدين بنروح لعند رفيقك بنسهر سهره. ما بقدر، وعدته. اتصل فيه واعتذر، هاي التليفون. لك عيني انا يا حجي. انا ما بصدق يجي نهار الجمعه لحتى اخلص هج من وشها لامك، بدك كمان نطلع معه. مثل ما بدك. شي. نفدنا. وانا بحبك وغيرك انت نوري. تقولي ليه؟ انا هي شغلتي، اقعد لم من قفا بهيك كرعوبه، لسه بتقدرش نحط لي الشحاطه هون بخلقتي. يلا يلا. جميل. مرتي رقبتيني. شفت فرج وكوثر؟ لا ليش وينه؟ هلا طلعوا. بيكونوا نزلوا على الدرج، شو نسيتي انه فرج بموت رعبة من الاسانسيرات؟ جيت جميل؟ ليك انا جاهزة تهوني. جاهزة انت امي جاهزة؟ مكان. ايه معناتها امي وعيب تفوت، جهزتي من الاكل؟ لك ليش الاكل؟ اصلا نحن رايحين لنرتاح، لا طبخي لا انفخي. ماشي الحال، بسبوس انت جاهز؟ جاهزة انا بس لحتى اجيب شنطتي. تهجرني ليه؟ وتحبي بعضي صنبدي. لك صنبدي؟ مين هالسائل جاينا يوم الجمعة؟ شو بعرفني امي؟ انت قايلة لحدا انه يجي؟ لا. معناتها فرج وكوثر نسيانين بالمفاتيح ورجعوا ياخذوه. يلا بسبوس. صباح الخير. مدام فردوس على معبي. نعم امر. ممكن ندخل؟ تفضلوا. انت خليكم، انت الحالي لجوا. كشكشلي. مرحبا، عم تدور على حدا يا اخ؟ امشي بطريقك. عفوا، ليش هيك عم تحكي معي؟ انا عبد العظيم هويه. لا تخليني حركتك احنا ما طالع لك ريحتك. هذا سيدي ارجي، بس انا يعني كنت حابب ساعد. ارجي يا منى. ارجي. شو ما بدكم تشربوا معنا؟ نحن شربنا قبل شوي، بس انت حضرتك ما عرفتنا على حالك. مو ضروري، بعدين بتعرفي. استاذ جميل، حضرتك شو بتشتغل؟ امي انا شو بشتغل؟ بشتغل بالشركه تبع الام. وشو شغلتك بالشركه؟ الله يوفقك. انا شو بشتغل؟ انا شريكه لامي. لا مين حضرتك يعني؟ قلت لك بعدين بتعرفي. زوجتك تشتغل؟ شو تحقيق؟ ايه ممكن تعتبره تحقيق. خليكي محلك، ممنوع حدا يتحرك من محله. ايه بس يعني عفوا مين حضرتك؟ ما عرفتنا على حالك. ما بدنا نعرف. سيدي لا ترفعي صوتك. طيب سيدي ممكن تفهمونا شو القصة؟ بصراحة في عنا أخبارية عم بتأكد إنكن عم بتتاجروا بالمخدرات. وليه؟ مخدرات. مخدرات شو هالحكي يا سيدي؟ على كل حال نحن شغلتنا نتأكد، إذا كان في كذب فما في داعي للخوف. شو مخدرات ما مخدرات سيدي؟ أنا من 15 سنة سرقت درج جراحة من واحد بياع، بس ما بعرفه ولهلا خايف انه الشرطة تكون عم تلاحقني. اجتكم شي هيك اخبار يا سيدي؟ ما اجتكم؟ نحن بنعتمد على الدلائل والقرائن بشكل كلي. في دليل في تهمة، ما في دليل انت بريء. لذلك لا تبكي وتشكي وتنوح على الفاضي. يا ابو مزيد فتش البيت. حاضر سيدي. ما تخلي قرني ما تفتشه. سنتي سنتي.
حاضر سيدي. سيدي رجاء، إذا كنت أبرياء فما في داعي للخوف. من نقلكم الإخبارية؟ هاي مو شغلتك. خلاص جميل، هدي أعصابك، هدي أعصابك مرت عمي، سبتي ركبي. هاتي يا قلبي. شو بدك؟ مين حضرتك؟ قلك شو بدك؟ لا تهوي إيدك مجنون. مين حضرتك؟ ربحي جنفيصة. جنعيطة سيدي جنعيطة. أنا شريكهم بشكي. خير إن شاء الله. شعبة مكافحة المخدرات. أعوذ بالله، مخدرات؟ نزل إيدك كل حركة. دكتور ما هيك؟ الله وكيلك على ما دخلني بشي. ما دخلك ما هيك؟ كنت فكره بس شغل وشغلة. داخل على عضك يا سيدي، أنا مالي علم بشي. شو في يا عاطف؟ مين واد؟ أحد الشركاء سيدي. فوت لأشوف. الله وكيلك على ما دخلني مالي علم بشي. فوت لأشوف. جوا. سيدي أنا ما دخلني بشي، أنا ماني علم بشي. فوت بلا حكي فاضي، لو كنت بريء ما كنت بتخاف. أخ بس على ما أعرف مين بلانا هالبلوة. لك لو سرقة، لو تصريف عملة، نص مصيبة كان ماشي الحال، بس مخدرات. هي أبو ياسر قدامك، اسأله قل له أبو ياسر قل له. سيدي هي ورا كل شيء، أم جميل بتعمل السبعة وزمتها، وما في شيء بيحصل عليها. أبو ياسر شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ عم تاجر بالمخدرات من ورا ظهرنا. أنا عم تاجر بالمخدرات أنا؟ بتعمليها، مين بيمنعك؟ سيدي أنا خدوني شاهد، أنا بشهد، أنا مشرك. أبو ياسر نحن عم ندور على الدليل، إذا ما في شيء نحن ما رح نحتاجك لا كشاهد ولا كشريك. نحن ما عم نتبلى العالم. يعني التهمة مو مؤكدة؟ لحد هلا ما في شيء مؤكد. الله يسمع منك سيدي. سيدي سمعتوا يا اولادك؟ فتشت الغرفه بس. شو في يا ابو مزياد؟ خزاي مقفوله. وين المفاتيح يا مدام؟ اسمعت هلا بعطيك المفاتيح سيدي. اعطي مفاتيح كل شيء بنقفل بهالبيت وبالشركه. حاضر سيدي. فوت معه. فوت معه يا ابو مزياد. تعال. مو ابو مزياد؟ عندك هويتك مينو انتو؟ شعبة مكافحة المخدرات. وليه؟ اعمى شو خروق سيدي. شوف يا عاطف مينو هاد؟ واحد كان جاي لهون غمي دغري. يا ابو ياسر جميل شوفي فوتوا لجوا. شوفي 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 شوفي. لا 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 رحمة الله عليه. اجروا يا شباب اجروا. طب طب له على نيعوب يا سيف. فايز فايز فايز. قالت لك طب طب له على نيعوب مخلع له رقبته. شوفي انا وين؟ ما في شيء ما في شيء، خليك مرتاح لا ترتعي. لك انا شو هالجمعه؟ شعبة مكافحة المخدرات. وليه؟ تركوه. حاضر سيدي. امي ردمة سيدي ما تغمي. فتشت الغرفة فوقاني تحتاني وما لقيت فيها شيء. فتش الغرفة الثانية. حاضر سيدي. ايه لا تعذبوا حالكم لانه ما رح تلاقوا شيء سيدي. ايه ما بيصير لازم يفتشوا، هي شغلة مخدرات مو لعبة. لك شو عم تحكي انت؟ من امتى نحن بنشتغل لهالشغلة؟ ايه لا دخان بلا نار. اذا في عندك معلومات احكيها. ما بعرف شيء محدد سيدي، لانه ام جميل بتشتغل من ورا دارنا. امي يا عيب الشوم عليك. يا عيب الشوم علي ولا عليكم؟ انا عم تاجر مخدرات ولا انتو؟ لك انت شفنا عم نعمل هيك شغله لحتى تحكي؟ ليش اللي بيشتغل هالشغله بعدي بيخلي حدا يشوفه؟ ما احلاكم وانتو قايلين لحدا. بس بكفي حاج نقار، اذا ما عندك معلومات محدده فخليك ساكت. فتشت الغرفه شبر شبر سيدي وما لقيت شيء. فتش الغرفه الثانيه. حاضر سيدي. اذا بتحبوا تشربوا قهوه خلي المدام بوثينا تعملنا قهوة. هلا وقت القهوة. أنا بدي قهوة. فايز قوم. حابب اشرب قهوة معك تبع المخدرات. سيدي يا سيدي لقيتوا شيء؟ امشي كيف؟ احنا ما فنعك من الجنب الثاني. ها شو فنعك يعني؟ هيك فنعك. فنعني؟ يحرم علي اذا بقول انه انا واوي.
شو عليه؟ أنا بفرجيك من التواجع. تفضل سيدي، هي القهوة. سيدي، سيدي لين هاي مخباية؟ شو هاد؟ غرفة مين هاي؟ غرفتي سيدي. وشو هاد؟ مو مخدرات. لا لا، مو مخدرات. امي مو مخدرات. هذا دواء. دواء شو؟ دواء لي. فهمنا، دواء ايش؟ دواء تبع ال ايه. على كل حال رح ناخده معنا على المختبر ونحلله، واذا طلع مثل ما عم بتقول بنرجع لك اياه. لا جد رجعوا لي اياه، ما بدي اياه كبوب زباله. ولا لا جربوا. شو مضمون سيدي؟ ما بدكم تفتشوا المطبخ؟ بركة دار مخبين شي بالمطبخ. راح نفتش المطبخ، لا تخاف، نحن بنعرف شغلتنا. يعني ما راح تاخذونا على الحبس سيدي؟ لك انو حبس انت الثانية؟ لا لا، ما راح ناخذكم. اساسا ما بنقدر نحكي بهالموضوع الا بعد ما نحل المحتويات هالاطرميز. ابو مزيد فتش لي الشركة. حاضر سيدي. ورجاء ما حدا يغادر البلد حتى نسمح لكم. لا تواخذونا، اخذنا من وقتكم، واليوم يوم جمعة. ولو يا اهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة. المهم تتاكدوا من براءتنا سيدي. ابو ياسر طمني، شو صار؟ تعال شوفها شوفي، لو اطرميز مخدرات. شو لك؟ فيه دواء مثل ما عم بيقول؟ بجو. على كل حال اعمل خير وكبه بالبحر، خذ حطه جوا، يمكن يحتاجها. سيدي انا عبد العظيم ما بدي اقول لك كلمه. ولي صرتوا ثلاثه؟ ولي امشي امشي امشي. انا وين؟ شو في؟ ما في شيء. انت عنا هون مين؟ انا شو صري؟ لك ما صار لك شيء. بس على قلبك لما شفت جماعه المخدرات. هي علينا لسه بتذكروني هالكلمه قدامه؟ صار 20 مره غاطت على قلبه، كل ما سمع كلمه مخدرات بيعملها. وانت ابو ياسر من هون لجمعه ما بتأرجيني خلقتك، واذا لمحتك عيني رح الفك باظافيري. لا يا فردوس لا، ما نحن لا مو نحن. تفرقني بريحه طيبه وبتعرفني انا مجنونه، فرت لما ما فهمت بكفي اللي قلته وعملته قدام حضرة سيدي. فهمت؟ قوم نلعب من بيت انت وياه. يلا ابدا قوم انت وياه. يلا قوم اغراضكم علي، اغراضكم تعبدوا لنا اعصابنا ما عاد فينا نحل. ابو فايز كثير بالك، كنت طالع من مدخل بناية كفت هيك ولا هيك؟ بيقولوا جماعة المخدرات. وانت الثاني ليش خايف كل هالقد؟ قال من ايش خايف؟ قال امي اذا لقوا شيء بقلب الدواء بيتحطم مستقبلي. تضرب انت ومستقبلك، شو بدهم يلاقوا؟ ما عم تقول دواء. شو بعرفني؟ بركه كان في بقلب الدواء شيء نوع من المخدرات. لك انت شو فارقه معك؟ ما عم تقول شاري من البطيخه الصيدليه؟ امي ما في عنا منه هون، فرج وصالي عليه من المانيا قال بينفع. بينفع لشو؟ خلص انت الثاني بينفع وخلصنا، كمان انت الثاني بدك تعملي معي تحقيق. شو سر؟ لا لا سر ولا شيء امي، بس المساله كثير خاصه. بوسينا جيبي لي دفتر التليفونات شيتي من جوا. حاضر مرت عمي. جميل شبكي يا شو جميل؟ شو هاد؟ نسي اطرميز الدواء جوا بالمكتب. عال معناتها نفدنا، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ هلا بيرجعوا بياخذوه. يرجعوا امي يرجعوا. شو بدنا فيهم؟ اذا رجعوا بنقول لهم انه اخذتوه. منيح اللي نسيوه هون، لانه جميل رح يفقع ويطق من الخوف. والله شغله بتقطع القلب مرت عمي. اخ ليش انا الي قدره واقف؟ اجري لهلا عم يقصفوا من الخوف. امي كبيته رميته شلفته شلف من الشباك. بدي افهم دواء شو هاد؟ انا اول مره بشوف هالدواء. تخافي محل العفاريت الزرق ما بتعرف محله؟ شلون انك شو ما بعرف؟ بس انت ليش عم تاخذ هذا الدواء؟ انت شو دخلك وليش هالاسئله؟ يا امي ما صار ما طلعتيني من قفص الصيف. شان جرحك براج. لا لا تدقي، لا انا بدقه انا بدقه. رجعوا ولي. امي 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 ابوي يا ولدي. هلا وقتها روحي افتحي الباب او افتحي. ما دخلني انت، روح افتح.
انا عمري ما فيني حل بنوب، ما فيني حل واقف على رجلي. جميل امسك اعصابك، اكيد بيكونوا عرفوا انك لقيت لطمين. وينك؟ جيبي مدقة الكبده واستقيني فيها على مصدق، خليني دوخ. شو شنك حتاخذك على مصدق؟ نية لك يا فايز، نية لك، لازم بتدوخ. خليكم انا رايحه افتح. ايه الله. شو صار؟ ساعديني منيح اللي فيه مستوصف بالحارة حتى لحقناها وامك عصب بدمه. لك شو صرنا؟ ما بعرف مين هالشب اللي داش قطرة ميز من فوق الميناية اجى على راس فارس. لعم على هالبشر، لا ذوق ولا حياة. قولي لجوزك هالحكي. أنا خلصت. أنا شو دخلني؟ شلون شو دخلك؟ ليش مين زدت القطرة ميز؟ قطرة ميز؟ هلا كل وسخ بدكم تحطوها برقبتي؟ انا شو عرفك انه انا لانه هذا اطرميز حبوب ال شو ما حدا غيري بياخذ حبوب بالبنايه كل رجال البنايه على عكاكيز وكلهم بياخذوا حبوب ال بس هذا الاطرميز اللي وصيت لك عليه من المانيا. طيب بلكي في حدا عنده منه. واذا كان انا كاتب له عليه مع تمنياتي بالتوفيق بالعربي. مزبوط يا مقوص. شوفي اطرميز وقع من الطابق السابع، شلون ما انكسر؟ راسي اللي انكسر. ماما شلون بده ينكسر اذا اجى على راس فراش؟ خلصنا بقى، جميل ما كان قاصد. شو هالشغله مو محرزه؟ ايه امي انا مو قاصد، انا زتيته كبيته شلفته شلف. لكن بعلمي انه ماشي حاله وعم ينفعك، ليش لحتى كبيته؟ عامل لي حالك عنتر ابن شداد ما؟ ليش انت شو فارقه معي؟ المهم في ولا بلا، ماشي الحال ولا لا؟ صحيح شفنا السياره تحت، وقع الاطرميز على راسي، امتى عرفت انكم ما رحتوا على الزبداني؟ ليش ما رحتوا على الزبداني؟ ما لنا نصيب نروح على الزبداني. يلا كوسر روحي انت وبوسينا غيره اوعيكم تعوا لنساوي اكل. جميل احكي له انت القصه، مل قلبي تخ قلبي. بس هلا ابو ياسر طلع ابنه بالعمى بقلبه، كان رح يثبت علينا التهمه. هاتي ابو ياسر طول عمره هيك، حادت عن ضاري بسيطه. بس ما بصير يحكي هيك. لك شلون بده يضرب وش ويمسح جوخ؟ اصلا انا بظن انه هو ورا هالاخباريه كلها. لو كان هو ما كان اجا حبيبتي، بكون اجا ليتفرج. لا كان مبين عليه قلبه مقطوع عن جد. اخ بس لو اعرف مين ورا هالاخباريه لنتفه شقف ونتم. ماما ليكون ابو فايز كان عم يعمل حاله غميان مشان ما يزلله بشي كلمه. لو كان خايف يزلله بشي كلمه ما كان اجا اصلا. طيب مين بده يكون عاملها؟ معقول يكون محروس؟ لا محروس ما له مصلحه. ماما محروس ما اجا وابو كيروز ما اجا. ابو كيروز؟ لك شو ابو كيروز؟ معقول يكون ابو كيروز؟ ايه ابو كيروز هالفارطة الطحي اللي مخبى بتيابه. ابوكي هالفارطة الطحي. ابو كيروز معتر مو فاضي لشي، يلا يلحق يحل كلمات متقاطعة. شايفتلك متأكدة كتير انت وعم تدافعي على الكل. لكن انت ما تعمي عم تشكي فيه؟ معقولة؟ مشان ايش؟ ماما معقولة يعني بوسينا؟ عرفت مين؟ مين؟ ما في غيره، فراج. فراج؟ لا ماما خلينا على بوسينا احسن. لكن ليش كان مصممه من الصبح يطلع؟ لكن ليش ما كان يقبل يروح معنا على الزبداني؟ لكن ليش جماعه المخدرات صادروا الاطرميز اللي موصي عليه هو من المانيا؟ مزبوط ماما، كمان نحن رحنا لعند رفيقه ما لقيناه، هو كان قايل لي انه وعده. الله كبير، بده ينتقم. قام سلط الأطرميز من الطابق السابع على راسه وفجوا. مضبوط ماما، بنسحب بوسينا. بوسينا روحي وانتي براءة. يا سيدي هذا أبو دان اللي بالطابق السادس ما بيعملها، على طول صافن ومو هون ابنه. لا تخاف إلا من الساكت والصافن، تعرف أنا مين بشكل لك؟ بمي؟ هذا أبو منصور اللي بيضل لابس نظارات سودا صيف شتاء. فرش خدمت عمي، شوفي شو صار الغداء. ولك عين تسأل عن الغداء كمان؟ بيع عليك ما بتستحي على حالك. لخير يا جماعة شوفي شو صار. اعمل حالك ما بتعرف، لك يخرب بيتك، شو عمل لك جميل حتى تخرب له بيته؟ هذا أنت؟ يخرب بيتك. لك جميل لا تستحي فيه يعني. لك جميل لا تستحي فيه. لك جميل لا تستحي فيه. لك جميل لا تستحي فيه. معناتها صدقوا تبع الأمثال إنه الظلم تبع القربة أشد من النفاضة والحسام والسيف والترس. بعده هيك. شي عليك؟ لك شبكن يا جماعة؟ شبكن عم تلتفتوا وتبزقوا؟ صدقوني مو أنا. مو أنت؟ مو أنا. صحيح مثل ما بيقولوا بالمثل، يلي استحوا ماتوا. لا أنت جوزي ولا أنا مرتك. لك لو صار شبك شو صار لك؟ اللي بخون الخبز والملح ما ممكن يكون جوزي، طلقني.
الله طلقني ما بطلقك وفي شرشة من شروشي عم ينبض. شو صار لك انت؟ شو صار لك؟ وينك العصمة بايدي ما بطلقك؟ يا جماعة بعدين شو صار لكم؟ لك شو صار لكم؟ صدقوني مو انا، ليش لحتى ساوي انا هالشغلة؟ حتى يحطوا لي جميل بالحبس ويخلع لك الجو. لك اتقي ربك، حرام عليك ان بعض ظني اسم. لك ليش ما كنت تقبل تروح معهم على الزبداني؟ وليش جماعة المخدرات اخذوا الاطرميز اللي انت جبته من المانيا؟ وليش قلت لي ما بصدق يوم الجمعة يجي حتى ترتاح من وش امي؟ وليش كنت مستعجل حتى تطلع من البيت؟ قلت لك كنت وعده لرفيقي. موعده؟ طالما موعده ليش ما لقيناه؟ شو بيعرفني؟ شو بيعرفني؟ لحظة. ايه تروح قتل. الو. لحظة ايه هون موجودة. تعي احكي. مين ماما؟ قال مرت رشيد. هاتي. الو. لا عيني ما في مشكلة. لا 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 شو هالحكي؟ شوفي يا ستي الحمد لله على السلامة. لا لا شو نواخذك ما نواخذك، ان شاء الله بكره انا وفرج بنكون عندكم بالمستشفى. انا مستشفى شوفي. امانه بدك شيء؟ يلا مع السلامه. لك شوفي فهميني. رفيقك رشيد مات. لا شو مات؟ ما سمعتني عم اقول الحمد لله على السلامه. ايش بو احكي خلصينا. امي شغله بسيطه صارت معه الزايده، اخذوه على المستشفى وعملوا له عمليه. قلتي لي صارت معه الزايدة واخذوه على المستشفى وعملوا له عملية والشغلة بسيطة. قلتوا لي صار معه الزايدة واخذوه على المستشفى وعملوا له عملية وشغلة بسيطة. شفتوا؟ اقتنعتوا انه كل حكي مزبوط؟ ماما ما معك حق تتهمي فرج، انا بنسحب. فرج لا تؤاخذنا. فرج روح وانت بريء. بعد شو؟ بعد شو؟ بعد ما شرشحتيني قدامهم كلهم وقلتي لي تفو. وانت ابو نفاضه اشد مضاضه من سيف مهندي. بعد ما نطيت وقلت لي تفو. وانتو نحن ما نطينا. روحوا براءه معناتها موتوا. شو محروس السماء اجا؟ امبلا اجا اخذ المعامله وراح. فوت ابو ياسين، لا تخاف فوت، ما انا مجنونه، انا بحكي لك اياها. هذا انت؟ صباح الخير. صباح الخير. معلش المسامح كريم. انا بعتذر منك شديد الاعتذار يا فردوس. شديد الاعتذار. ام جميل بتشتغل من ورا ظهرنا، ام جميل مسبعه الكارات، ام جميل بتعمل السبعه وزمتها. مشاني هذول اثنين خرطوش مرتك. ماشي الحال مشان ابو كيروز المره فوتوا على مكاتب. فوت معلش فوت لا تخاف. استاذ كنا من اربع حروف نوع من انواع المخدرات. لك ايه حاجه بقى حلو عني علقتوني. شو صار لي أبوك يا طيبة خطوش مردح يا مشكل. فايز كان فيهم بالدرج 10,000 ليرة، شفتهم شي؟ شو قصدك يعني؟ أنا أخذهم؟ لا أعوذ بالله بوي قصدي، بس يعني عم خبرك. دور منيح إلا ما تلاقيهم. كنت حاطط هون 25,000 ليرة، وين راحوا؟ وين؟ تعال خبي الفردوس. لك وين راحت؟ كيروز؟ شو عم تساوي عندك؟ شو مخبي هون ها؟ لك أنا مخبي هون 25 ليرة. قولي الخزنة منظمة تنظيف، كان فيها 150,000 ليرة. مرت عمي ال 75,000 ليرة اللي كنت شايلهم مشان اشتري جاكوزي رايحين. فراش كوسار بحر السيارة السيارة راحت. شو في السيارة؟ 100,000 ليرة بحتار. لك دور عليها منيح. لك شو دور؟ ما خليت عندي، قلبت الأوضة فقعدت تحتالي. الصيغة تبعي راحت بنت عمي وصيغتي ماما مو بيان غير فردتها الحلا. لك لا في باب مكسور ولا في قفل مخلوع ولا في سكر مفتوح، كيف طاروا المصاري؟ بعدين احنا ما طلعنا من البيت امبارح. اخي شي بحير يا جماعة. قولي لعنة مثل السحر 10,000 ورقة طارت من الدرج. 25,000 ورقة كانوا معي مو مبينين. لك أنا 25 ليرة ملزقة تحت الطاولة. 25 ليرة شو بيسوى دول؟ عم قلك 100,000 ليرة قسط السيارة. لك يا أخي أنتوا معكم ملايين، أما أنا ما معي غيرها. صفينا مثل صفي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام. ولي ما حطي لي نغزاني أخذين صيرتي وجواراتي. ولي انت كبت خبرة.
احتمال. أبوك يا العرمية سرقوني 25 ليرة. قوات الشرطة سرقوني يا سيدي. تفضلوا سيدي تفضلوا. طيب ما كان معهم حدا يعني المختار حدا تاني هيك ولا هيك؟ منين بدنا نجيب لك مختار سيدي؟ لك لا تغشمي حالك، لك ام جميل كل حارة وإلى مختار، وبعدين كان لازم يكون موجود معه لو صار تفتيش. ما كان في حدا سيدي. بس كان لازم يمروا لعندي على المخفر ويجيبوا شرطي. طيب ما فرجوك شيء بطاقة مهمة؟ ما فرجوك شيء أبدا؟ ما فرجوني شيء سيدي. وأنت ما فرجوك شيء؟ بلى أنا فرجوني شيء سيدي. إيه شو فرجو؟ أنا هذا اللوح اللي كان واقف برا أبو دقن فرجاني بطاقته. إيه وشو مكتوب عليها؟ ليش أنا شفت شيء؟ يا دوبك هيك مرأة من قدام عيوني مثل دبانة الصيف، ما لحقت شوف شيء. إيه بس غلط، كنت لازم تطلع تشوف شو مكتوب فيها، مهمة هوية. وبعدين ليش الشغلة هيك سايبة؟ أنت يا أبو فايز ما شفت شيء؟ بلا أنا شفت شيء. شو شفت؟ لحالي شفته، ما حدا ورجاني إياه. شو هو؟ لقيت حالي راكب على حصان أبيض ورايح على محل عم يطلع منه وهج. هي جهنم الحمراء يمكن. إيه عم تنكتوا ما هلا وقت مزح؟ رغم إنه أنا متأكد تماماً وصار عندي قناعة بس لازم أتأكد أكثر. ألو؟ احترامي سيدي، أنا أبو شكيب سيدي من مخفر البسطة. سيدي مبارح بعدتوا شي دورية لعنا على المنطقة؟ لا سيدي. احترامي سيدي، مع السلامة. ايه طبعا سيدي منخبركم، مع السلامة سيدي. مثل ما حسبتها تماما. شو؟ عصابة نصابين. القطرميز اللي صادروه ونسيوه لسا موجود؟ جميل يا جميل، جميل ولا؟ تعال هون عاوزتك. شو امي؟ وين القطرميز؟ القطرميز ليش؟ لك شو ليش؟ مشان نرفع البصمات عنه. شو جميل خبرنا؟ القطرميز، القطرميز وينه؟ ما بعرف. لك شو ما بتعرفيه؟ جميل الغرفة تبعنا. الغرفة تبعكم؟ شو اخذوا على الغرفة تبعكم؟ فرج امبارح اخذوا مني، ما بعرف ليش. قومي قومي هاتي بسرعة. شو بدك فيه؟ لك شو بدي فيه؟ ابو شكيب بده اياه. مين؟ ابو شكيب. سلامي سيدي. حتى ابو شكيب؟ لك لا، بده يرفع البصمات عنه. بصمات مين؟ مشان شو؟ لك هدول اللي اجوا امبارح طلعوا عصابة نصابين، هن اللي شافطين كل شيء. فراج 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 ابن عمي. فراج ابو شكيب هون. ابو شكيب؟ سبح سبح سبح. عموم اللي بدي اياه لقيته. نعم هاتي هاتي لقلي. لك وين؟ بدي كبه من الشباك. لك شو جنيت حتى تكبه من الشباك؟ مو بدي يرفع عنه البصمات؟ هلا ما في غير الاطراميز بالبلد، امبارح عملوا لنا اياها مخدرات، اليوم الله العظيم شو بيعملوا. لا تقول لحدا انه كبيته. ام جميل خلصيني بقى، بنتك ريحه جايه ريحه جايه دوختني دوخه. امرك سيدي على راسي سيدي. جميل يا جميل. امي يا تعوا لا تعوا عاوزتك شوي. امي ولك وينه الاطراميز؟ امي الاطراميز دورنا بحبشنا ما لقيناه بكل الاوضه. وين راح؟ شو بعرفنا كان جوا بالخزانه. اختفى اختفى. هلا لا تعملوا لي مشكله من وراء الاطراميز، بس تلاقوه بعتوا لي اياه على المخفر. خلصوني بقى، انتوا سبقوني على المكتب بعدين بحقق معكم. يلا فايز. يلا والله خلصنا من القصة على خير وسلامة. ايه رح تخلص على خير وسلامة. سيدي عامل لك قهوة؟ لا ما بدي شيء، بس لا تروح محل، خليك هون لأني عاوزك، نزل إيدك. ايه ام جميل. نعم سيدي. قلي لي هلا كيف أوصافهم؟ حاضر سيدي. نظارة سوداء لابس، وطقم أسود سوداء، وجرابات سوداء، وصبات سوداء. أنا كل هذا الحكي ما بيهمني يا أم جميل، لأنه مثل ما هو لابسهم بيشلحون. أنت أعطيني أوصافه، يعني شلون مناخيره، عيونه، شكله، أدنه، لك شفاتيره. حاضر سيدي. سيدي إلى شوارب بيوقف عليها النسر سيدي والأخال. هون على على خده اليسار من هون؟ نعم سيدي على خده اليسار. الحقير أنا بفرجي لك. تعرفه أنت؟ هو نفسه الجمعة الماضية عمل فيني. ليش سرقك سيدي إلك كمان؟ شو يسرني ليش أنا عندي شيء يسرق؟ طلع إيد من ورا إيد من قدام. على كل خلونا بالموضوع هلا.
قولي لي شو سرق عندك لحتى سجله. حاضر سيدي، خاتم الماس حقه 50,000 ليرة وعائد لولو. هذا الأحمق؟ لا العنابي. ما بتيجي مع الماضية. أنت أساسا مين اللي قال لك تحكي؟ مين نادالك؟ مين قال لك تجي لهون؟ أنا اللي قلت له. وبعدين يا أم جميل، يا أم جميل، بس عدي للي سرقوا، ما ضروري تطلعي الماضي والمستنضي من الجماعة. خاتم الماس وسوارتين ذهب راس حية يلي تلدعك، وسبع سحبات سيدي. يعني قديش حقهم تقريبا؟ كلهم على بعضهم بيطلعوا 250,000 ليرة سيدي. يعني وتقدر ب 250,000 ليرة سورية. طيب ومن المكتب شو راح لك؟ راح لي 150,000 ليرة سيدي. ما سرقوا الدولارات؟ دولارات؟ مين قال دولارات؟ لا بدخلني. انت الدولارات شي؟ ما الدولارات؟ لك انو دولارات؟ انو كلهم 10 دولار سيدي. ابو كيروز؟ خرطوش برد الفنين تبعها. اعمل لي فنجان قهوة والحقني فيه على المكتب. على رأس. اعطيني هالمحضر لشو. حاضر سيدي. قلت لي راح لك 10,000؟ فقط 10,000 لا غير. 10,000 شو؟ ها؟ 10,000 ليرة سورية عدا ولا اقدر. وانت يا ابو فايز شو راح لك؟ 25,000 ليرة سوري سيدي. سوري مو دولار. بدنا نشوف وين الآلة الحاسبة. سبعمية ألف. يعني وتقدر قيمة المسروقات ب 700,000 ليرة سوري. سيدي لا تنسى لي 25 ليرة تبعي. ها؟ عم تتمسخر علي يا ابو كيروز؟ لا سيدي انا كنت هون من الزقة تحتها. وين بتحكي ياب؟ هلا بعدين ما محرزة يا اخي. لح شو مو محرزة؟ انا ما معي غيرها يا اخي، كنت قايمها لوقت الدين. لك هلا بدي عيد المحضر كرمال 25 ليرة تبعك؟ مسيك شوف تعال، هي 25 ليرة مني وخلصني بقى. وين هي؟ مسيك. سيدي بكره بس ترجعوا المسروقات انا برجع لك اياها، ولا بدي مني تعب. يا اخي مسامح ما مشكله، روح شوف مين عم يدق الباب. وليش يا سيدي الشرطه؟ الشرطه اجت الشرطه. ما حتقعد عايل انت؟ والله توبه. هذا انت لك ابو رباح خير. شوفي هذا المتهم اعترف انه سرق هذا البيت. هذا هو اللي بيوقف النسر على شواربه سيدي. انا فرجيك كيف بيوقف النسر. يا خيب يا خيب نيه مركب شوارب نسر. ابوك يا الشوارب العيله رجعني ولا 25 ورقه تبعي ورجعني للمدام الدولارات تبعاتها. لسه بتحكي؟